الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلمة جميلة له، يقول إن أكيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذات. يأتي يوم كلنا تحت التراب، كل الجالسين هنا، فلا مال ولا شخصية ولا علم ولا أي شيء، انتهى كل شيء. قيل يا رسول الله وكم نذكر الموت؟ قال في كل يوم 26 مرة. من الصبح اللي تقوم فكر في أنه في يوم من الأيام أنا ميت. الإنسان اللي يفكر أنه ميت يعمل لله ويجاهد في سبيل الله. قال فرد يوم أنا أموت، لماذا لا أعمل؟ لماذا أخاف؟ الإنسان اللي يعرف أنه يموت في يوم ما، اليوم خل أموت أنا، مو مهم. اليوم أكافح الطغاة، مو مهم. اليوم أجاهد، مو مهم. فالإنسان يجب عليه أن لا ينسى أنه في يوم من الأيام يموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، في سورة الجمعة ملك الموت يأتي. وعلى كلنا تتكرر هذه القصة. يقول يا ملك الموت أمهلني سنة. يقول ملك الموت كلا، لقد ذهبت السنوات. سنة بعد ما هو خلاص، لأن عمرك 50 سنة وانتهى، صح؟ عمرك 50 60 وانتهى. يقول أمهلني شهر. يقول كلا، لقد ذهبت الشهور. يقول أمهلني أسبوع. يقول كلا، لقد ذهبت الأسابيع. يقول أمهلني يوما. يقول كلا، لقد ذهبت الأيام. يقول أمهلني ساعة. كلا، لقد ذهبت الساعة. وسئل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما لنا نرى في المغتسل بعض الأموات مفتحة عيونهم. أنا شايف هذا الشيء، وبعض الأموات مغمضة عيونهم. الإمام الصادق قال هذا الرجل المفتح عينه جاءه الموت فلم يمهله حتى يغمض عينه، وهذا الذي مغمض عينه جاءه الموت وأراد أن ينظر إلى أهله يفتح عينه فلم يمهله الموت أن يفتح عينه. أخذه لحظة بغتة، في آية قرآنية يقول بغتة، في آية أخرى يقول كلمح بالبصر، يعني آن. يجب علينا أن نذكر أن أمامنا الموت، وأن كل خير وشر وحسن وقبيح ونعمة ورخاء وشدة وبلاء وطاعة ومعصية ستنقضي. فمن الأفضل أن نعمل في سبيل خير الله وخير الإنسان. خير الله يعني الخير الذي أمر به الله، وخير الإنسان يعني الخير الذي يصل نفعه إلى الإنسان.